أهلا بكم. ماذا تناول العالم اليوم على صفحات السوشيال ميديا؟ لنرى. في السعودية مطالبات بالقبض على قاتل القطط، والكويتيون يحيون الذكرى 27 للغزو العراقي، أما جمهور عمرو دياب فيرد على شيرين من أمريكا. كل هذا وأكثر في نصف ساعة من شير. في بعض دول العالم تطبق في قوانينها أنظمة مختلفة للعقوبات، كالولايات المتحدة مثلاً تفرض على بعض المخالفين القيام بخدمات مجتمعية كعقوبة بدلاً من الحبس. فما رأيكم إذا تم تطبيق هذا الأمر في مجتمعاتنا؟ لهذا سؤالنا لكم اليوم يقول: ما رأيك في فرض الخدمة المجتمعية كعقوبة بدلاً من الحبس في القضايا والمخالفات البسيطة؟ شاركنا برأيك عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامك على الشاشة، أو عبر رسائل صوتية أو فيديو على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. تابعونا أيضا على قناة الغد باليوتيوب، وتواصلوا معنا على هاشتاغ شير الغد. التوب ترندز على تويتر اليوم، بماذا غرت شباب الوطن العربي؟ البداية من الجزائر، وتصدر فيها هاشتاغ بومرداس بعد إعلان الحماية المدنية أنها سجلت 10 حرائق في الغابات بمختلف مناطق الولاية التي تقع شمال البلاد. أما في الكويت، في الذكرى 27 للغزو العراقي الغاشم، غرد الكويتيون على هاشتاغ الكويت بكلمتين، الذي تصدر التايم لاين في العديد من الدول العربية. وإلى السعودية، حيث تصدر هاشتاغ نريد محاسبة سفاح القطط بعد مطالبات بمحاسبة شاب سعودي يقتل القطط ويصورها في مقاطع مؤذية. وأخيرا في مصر، أطلق نشطاء تويتر هاشتاغ الوطن العربي يعني، وتصدر قائمة الأعلى تداولا، وتنوعت التغريدات ما بين المدح والتفسير. إلى أبرز قصص اليوم على السوشيال ميديا. بالأمس انتشرت فيديوهات لشخص يجوب شوارع جدة بسلاح يقتل القطط ويوثق هذه الجريمة عبر سناب شات. الفيديوهات كانت بالفعل جريمة إنسانية بكل المعايير، لهذا أطلق المغردون هاشتاغ نريد محاسبة سفاح القطط كمحاولة منهم للقبض عليه وعقابه. وغرد فيصل الشهري في تغريدة قال: هذا يجب محاسبته، حساب شديد، وين الرفق بالحيوان؟ وينه من حديث المرأة التي دخلت النار بسبب هرة جوعتها ولم تقتلها؟ بينما ناشد عزيز الأمن العام بجدة والإرشاد الطبي وغرد قائلا: هذا شخص يمشي بسلاح ويرمي على القطط، يليت تتحركون ضده. أسامة دعا على هذا السفاح قائلا: الله يعجل حسابك ويضاعف عذابك، الإنسان اللي ما في رحمة ما في خير للناس أجمع، اسجنوه للأبد. من الهاشتاغز المنتشرة أيضا، وقررنا أن نسألكم عن رأيكم فيه، هاشتاغ إسقاط المخالفات بالتبرع بالدم. هذا الهاشتاغ انتشر في السعودية، ورغم أنه يشجع على العمل الإنساني، إلا أن الآراء تباينت عليه ما بين مؤيد ومعارض للفكرة وأيضا ساخر منها. مثلا غرد فيصل عبد الكريم وقال أنه اقتراح جميل يرتبط بالمخالفات البسيطة المرتبطة بغرامات مالية فقط، وليس التي لها عقوبة جزائية مثل الحجز. أما ياسر الفيصل فكان له رأي آخر فقال: الأفضل بالخدمة الاجتماعية مثل تنظيف الشوارع والمرافق العامة أو التطوع الخيري للجمعيات الخيرية غير الربحية. أما متعب السبهان فقرر السخرية من الفكرة كلها وقال: واللي عليه مبالغ عالية من 50,000 طالع، يعني يوقعونه على تبرع أعضاء جسمه إذا مات مثلا؟
فيسبوك فانتشر بوست يوجه انتقادا شديدا نشره أحد المصممين عمل تصميمات لفنانين مصريين وقرر تحويل لون بشرتهم إلى اللون الأسود لأن أصحاب البشرة السمراء كثيرا ما يتعرضون لنظرة عنصرية بعض الشيء ويقال أنهم أقل جمالا وجاذبية من أصحاب البشرة البيضاء. لهذا نشر المصمم هذه الصور ليعرف رأي جمهور السوشيال ميديا في نجومهم إذا تحول لون بشرتهم إلى الأسمر، رغم أن الهدف من الفكرة المنشور أصلا هو انتقاد الفكر العنصري واختبار قيم ومبادئ كل شخص وهل ستتغير نظرته إلى نجمه المفضل أم لا، إلا أن البعض اتهم المنشور نفسه بأنه عنصري بالأساس وهناك من سخر من الفنانين أنفسهم. ماذا شاهد العالم اليوم؟ استمرارا للأزمة بين جمهور الفنان عمرو دياب وجمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تصريحات شيرين الأخيرة، قررت صحفية وطالبة مصرية بالولايات المتحدة الأمريكية أن ترد على هجوم شيرين بطريقتها الخاصة. فما رأيكم أن نشاهد ماذا فعلت؟ بتقول مين اللي خلى عمرو دياب الهضبة؟ فأنا هوريكم حاجة، ده المطعم، بصوا معايا هنقول لها بس ايه اللي خلى عمرو دياب الهضبه. اوكي، ده جهاز احنا بنشغل عليه المزيكا. اوكي، بتحط دولار عشان تقدر تشغل المزيك اللي انت عايزها، مش خساره فيك يا عمورة يا حبيبي الدولار. بصوا بقى اللي خلاه بقى عمرو دياب، بنعمل كده وبنسيرش على اسم المطرب اللي احنا عايزينه. تعالوا نسيرش على شيرين كده الاول. شيرين، ايه ده مفيش شيرين خالص، ايه ده شيرين مش موجودة، معناها كانت بتقول على نفسها ان هي مش عارفة ايه شيرين مش موجودة. طب تعالوا كده نسيرش على الكينج على عمرو دياب. بصوا معايا نعمل كده، عمرو، فين عمرو؟ هنا، ده عمرو دياب يا معلم، عمرو دياب ده هو اللي مصبرني على الغربة. بمناسبة الغناء والعالمية، ما زالت أصداء الأغنية الأشهر عالميا ديسباسيتو مستمرة بعدما حصدت 3 مليارات مشاهدة على اليوتيوب. شباب من سلطنة عماد قرروا إعادة تقديم ديسباسيتو لكن على الطريقة العمانية وبكلمات انتقدوا فيها غلاء المهور الذي صعب الزواج على الشباب وزاد من نسبة العنوسة. ديسباسيتو العمانية حصدت في يومها السادس ما يقرب من 1.5 مليون مشاهدة. شوف في يوم من الأيام هالناس راحوا يبغوا بنت الشايب بالحلال خلا، بس شايب تشرط وقال أبغى مهر وشبكة وبيت وسيارة. سمعته ليش تكسر شروطكم ظهور الشباب، نسيتوا أيامكم ورخص المهور، برجع ماضيكم إذا نسيتوا. يا جهازكم مصر ودشداشة ونعال وجهازها مرية وشيلة وثوب، خذيتوا بعضكم واهتنيتوا عذبتوهم. شاب عزابي وبنت عانس، ركضوا ورا الفلوس والبانس، سرتكم في الهدي احشن بطاطس عذبتوهم. صديقي للتعايا وبتخرفن بالهدايا، خلا خلا فتايا نشرب عصير بابايا، ترول غالي مهر غالي كله غالي، بوم بوم والاراضي والمقاضي كيبي فاضي بوم بوم، والبنات في بيت ابوهم شافن المسلسل، حب البطل مات البطل بطلها يبقى اهبل، اذا تحس باي ملل تمسك قدرها وتطبل، وابوها ينطر زهرة تكبر معها وتذبل. بسيطة بسيطة عبيطة عبيطة، بغاها وخطبها وافقوا اهلها، جهزوا شنطتها زفوا غالي بيته، زوجوا رتبها
مرتاح وشفت وسيطة 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 عبيطة عبيطة بغاها وخطبها وافقوا أهلها جازوا شنطتها زفوها لبيتوا تزوقوا وارتاحوا شفتوا بسيطة عذبتوا شبع السامي وبنت عانس ركض والفوس والمانس بيتكم في البديع. من أصعب المواقف التي قد تواجهك أن تكون في وسط كارثة وتجد من يتعامل مع الأمر بسخرية شديدة. هذا بالضبط ما حدث مع رجل قرر أن يسجل لحظة حريق في نخلة في السعودية بسبب البرق وانشغال الدفاع المدني بإطفاء الحريق. قرر هو التعليق على الأمر كمعلق كرة قدم محترف. الحقيقة أن هذا الفيديو حقق مشاهدات كبيرة على تويتر. هذا البرق ضرب في النخلة ولعها. شوفوا يا ناس هذا البرق اليوم الساعة 6:30. شوفوا يا معلم ولعت كيف ضرب فيها البرق في طريق السلطانة جنب منطقة مشعابي. شوفوا كيف البرق حرق النخلة، ضربت البرق في النخلة قدامنا ولعها. يا ربي قدرتك على كل شيء. شوف الدفاع المدني جاء، الدفاع المدني شرد بعيد منا قلبي الطاير. شوف الشرار كيف، شوف الناس. يا ربي لطفك بجاهك يا رب. شوف كيف قدامنا البرق ضرب فيها والله العظيم الأحمر. يا ربي لطفك. شوف النخلة قبل الحرق. طيب على سيرة كرة القدم، لاعب الكرة الشهير إبراهيموفيتش تعرض لقطع في الرباط الصليبي منذ أبريل الماضي واختفى عن الملاعب لفترة طويلة، إلا أنه قرر الظهور على السوشيال ميديا ليطمئن جمهوره على صحته. فماذا فعل إبراهيموفيتش؟ لصوص لكن أغبياء. أفشل محاولة سرقة مصورة بالفيديو تداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا. قام مجموعة من اللصوص قرروا الاستيلاء على مجوهرات ثمينة بمحل في ماليزيا، لكن بعد محاولات يائسة منهم لكسر زجاج الفترينة لم يتمكنوا من هذا بسبب سماكة الزجاج. نتابع. مستمرون معكم في شير، وبعد الفاصل سنتعرف على رأيكم في سؤال حلقة اليوم. سؤالنا يقول: ما رأيك في فرض الخدمة المجتمعية كعقوبة بدلا من الحبس في القضايا والمخالفات البسيطة؟ وأيضا لكل من يضطر أن يتناول الوجبات السريعة والجاهزة لأسباب مختلفة أيا كانت، هناك حل سريع وبسيط سنتعرف عليه في شير بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى في شير. وعدتكم قبل الفاصل بحل سريع وسهل لكل من يضطر لتناول الوجبات الجاهزة، سواء بسبب الغربة أو أنك تعيش بمفردك أو لأنك لا تعرف كيف تحضر وجباتك بنفسك. الحل مع شوحة ما تطلبهاش. شوحة ما تطلبهاش هي صفحة على فيسبوك أسسها مجموعة من الشباب المغتربين، وقرروا من خلالها مساعدة من هم في مثل حالهم ليساعدوا بعضهم في تحضير طعامهم بنفسهم بشكل سريع وسهل. الأهم
سهل من خلال نشر مجموعة من الفيديوهات ترصد مراحل تحضير الوجبة من لحظة شراء المستلزمات إلى الانتهاء من الوجبة تماما. شعار الصفحة هو أنت أقوى من الدليفري. ما رأيكم أن نشاهد أحد فيديوهات صفحة شوحة ما تطلبهاش؟ يلا أول ما بدأنا فكرة شوحة ما تطلبهاش كانت مقتصرة علينا كأصحاب، بس بيكو بينا كتير كتير قوي. الشويحة بقى في كل مكان. بعد ما شوحتوها من القاهرة واسكندرية ووجه بحري ووجه إبلي وأبو ظبي ودبي جدة والرياض، يا جدعان ما تنسوش الكويت والبحرين وغيرها دول كتير عربية وأجنبية، السودان وكينيا وجنوب أفريقيا، أمريكا، كندا، أستراليا، وطبعا مش عايزين ننسى أوروبا اللي مشوحاها على الآخر. وإنت كمان من حقك تكون في شوحة ما تطلبهاش. كل اللي هتعمله إنك هتقول اسمك واسم مدينتك وتقول كلمة شوحة. ما رأيكم أنا أتعرف أكثر على صفحة شوحة ما تطلبهاش مع محمد الشامي أحد مؤسسي الصفحة. محمد سيكون معنا عبر الهاتف لتعذر الاتصال عبر سكايب. أهلا بك محمد. أهلا، مساء الخير. مساء الورد، احنا سعداء بيكم معنا في شير وسعداء بفكرة شوحة ما تطلبهاش. في البداية ممكن تعرفنا من الذي فكر في إطلاق الصفحة؟ ويعني كما شفنا في الفيديو أصبحتم كثيرين الآن، فهو كم عددكم حتى الآن؟ احنا الحمد لله كأساسيين أو عملنا الفكرة احنا 9 أصدقاء، احنا 4 من زمان من مصر وفي جماعة تعرفنا عليهم هنا، احنا مقيمين في الإمارات. بقى عندنا دلوقتي في البيج الحمد لله حوالي 128 ألف لايك، حوالي 130 ألف فولور. بالفكرة جات إن إحنا بنعمل أكل مع بعض، بنتجمع في الويك إند بنعمل أكل، أي أكل بنفسنا ناكله، وبنكلم أهالينا، أمي، خالتي، مش عارف أي حد من الناس الكبيرة اللي هم عندهم خبرة في موضوع الأكل ده، بناخد منه الإنجريدينت بنجيبها وبنحاول نعمل الأكلة. فبما ان احنا كلنا شغالين في الميديا يعني، ففي مره كده قلنا تعالوا نجرب نصور اليوم يعني بنعمل فيه ايه، وعملنا كليب صغير نزلناه الاول على البروفايل بتاعتنا احنا الفيسبوك يعني، فلقينا الناس معجبه بالموضوع وبتقول لنا لا انتوا ممكن تكملوا كده. من هنا فكرنا ان احنا نعمل الصفحه، قعدنا عملنا برين ستورمينج، طلعنا الاسم، ومن هنا بدات الفكره يعني. فكرة رائعة. لن أسألك عن النتيجة لأنه واضح أنكم أحياء وما شاء الله الصفحة في نمو وعدد روادها يزيد، فإن شاء الله تكون نتيجة الوجبات أيضا جيدة. ممكن تعرفنا محمد على نوعية الوجبات التي تطبخوها؟ هل هي مصرية فقط ولا عالمية؟ مش شرط مصرية فقط، بس احنا طبعا بنحن شوية زي ما بيقولوا للأكلات المصرية المختلفة او الاكلات اللي انا مش هقدر اكلها هنا غير لما بستنى من السنه للسنه عشان ارجع مصر، مثلا اروح بيت عند امي بحيث انها تعمل لنا الاكله. فبنفكر ان احنا نعملها يعني اكلات مختلفه، بس برضو ممكن بنعمل اكل بره يعني. في عندنا فيديو مثلا حاولنا نعمل اكله لبناني، في اكل، في عندنا اكله ايطالي، يعني على حسب، مش شرط يعني، فرايتي واسعه في كل الاكلات اللي في الدنيا يعني. طيب محمد، ما هي ردود الأفعال التي جاءتكم على الصفحة؟ وهل مثلا هناك طلبات لتقديم وجبات بعينها؟ في ناس كتير بتقول لنا مثلا أنا محتاج أشوف كذا، أنا محتاج أشوف كذا. إحنا بنحاول طبعا إن إحنا ناخد حتى أفكارنا بناخدها من الناس اللي معانا على البيج، وفي كمان عندنا تفاعل على البيج، الناس نفسها كمان اللي بيعمل أكلة كويسة، حتى الشباب العاديين لوحدهم بيعمل أكلة حتى إحنا ما عملناهاش بيصورها لنا فوتو، بينزل طريقه التحضير والمكونات، وفي ناس بتتفاعل حتى على البوست بتاعت الناس اللي مش معانا في البيج بتعملها وبتصورها، ويعني الناس بتطلب مننا اكلات معينه وفي ناس بتعمل اكلات من دماغها، يعني بنحاول نوفق كله مع بعض. يعني البدايه جاءت من شباب مغتربين يحاولون صنع طعام جيد مناسب وصحي لهم، لكن هي فكرة ستخدم كثير من الشباب وكثير من النساء. يعني عندما تتزوج شخص يجيد الطبخ فهذه فكرة رائعة جدا، ولا ايه رأيك؟ هو احنا يعني هو احنا في مننا متجوزين، انا الحمد لله متجوز، في كذا حد من الشباب متجوز، بس احنا ستيل برضو بنقعد مع بعض، احنا اللي بنطبخ احنا اللي بناكل يعني، بنبقى لوحدينا عزاب. احنا كنا اول ما بدأنا الفكرة كنا متوقعين ان الجمهور اللي هيبقى عندنا والشباب اللي هتبقى عامله لنا فولو كلها هتبقى شباب،
للاسف احنا اتخضينا، لقينا ان الستات اكتر كمان من الشباب. يعني حتى الستات بتبقى محتاجه، يعني في ستات كتير بتبقى مثلا بتعرف تطبخ بس في حاجات معينه ما بيعرفوهاش، فبيلاقونا عاملين الفيديو بتاعها، بيبداوا يتفاعلوا معانا وبيسالوا اسئله وبنجاوب عليهم، وبيعملوا بالفعل الاكله وبيصوروها وبيبعتوها لنا. رائع يعني تفاعل ستات ورجاله. رايح جاي محمد، اخيرا ما هي المكاسب التي حققتوها من وراء صفحه شوحها ما تطلبهاش؟ هل حققتم اي مكاسب ماديه؟ لا ما حققتش اي مكاسب ماديه، والموضوع ما كانش في بالنا اصلا انه ممكن يكون في مكاسب ماديه. في بعض اصدقائنا اللي بيشتغلوا في السوشيال ميديا وكده بيقولوا انتوا تقدروا تحققوا مبالغ، بس يعني احنا اكيد ما حدش هيكره لو في ممكن نحقق مكسب منها، بس احنا ما بنفكرش في الموضوع ده دلوقتي. ومكسب الاساسي ان احنا دلوقتي عندنا ان احنا ممكن كتير جدا بنبقى في السوبر ماركت مثلا بنلاقي ناس جايه تسلم علينا وكده، ودي حاجه غريبه بالنسبه لنا. حققتوا شهره يعني. كل الشكر ليك محمد الشامي، احد مؤسسي صفحه شوحها ما تطلبهاش، ونشكرك انك عرفتنا على تجربتك مع السوشيال ميديا. وصلنا معكم إلى فقرة الدردشة. سؤالنا اليوم يقول: ما رأيك في فرض الخدمة المجتمعية كعقوبة بدلا من الحبس في القضايا والمخالفات البسيطة؟ لنرى آراءكم من على صفحتنا على فيسبوك. البداية مع سفيان لجار الذي قال: لأن نحن لم نصل بعد للتفكير الراقي، الناس في مجتمعنا الرادع الوحيد هو عقوبة تمس المال. أما سامي شفيق فكان له تعليق مختلف وقال: أعتقد أن استخدام الخدمة المجتمعية كعقوبة سيواجه بمن يقول هذا مناف للدستور الذي يصون حريات الفرد وعدم إجباره على فعل شيء كعقوبة. حساب باسم البرنس دأنا قال: من الممكن الاستفادة من هؤلاء ليس فقط في الخدمة الاجتماعية، لكن أيضا في تنمية الدخل القومي، وذلك في تشغيلهم في المشاريع الاقتصادية سواء داخل البلاد أو خارجها. وأخيرا علق خالد السلية قائلا: من حيث الكلام فهو جميل، لكن واقعيا فهي صعبة التنفيذ. هكذا وصلنا لختام مشوارنا معكم مع أبرز قصص السوشيال ميديا اليوم. شاركونا بتعليقاتكم واستفساراتكم حول كل ما له علاقة بالسوشيال ميديا من خلال صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم الخاص بالبرنامج. شاهدوا شير أيضا على قناة الغد باليوتيوب، ودائما خاطبونا على هاشتاغ شير الغد. إلى اللقاء في حلقة جديدة من شير. We'll be right back.